ينضم إلي في الاستوديو رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانج، المشارك أيضا في معرض أبوظبي للكتاب. أهلا بك أستاذ جاك معنا في سكاي نيوز عربية. بداية، هذه المشاركة في معرض أبوظبي للكتاب بكل تأكيد لها مساهمة في دعم التبادل الثقافي ما بين فرنسا والدول العربية، كيف تقرأ هذه المساهمة؟ بالنسبة إلي هذه المسألة مهمة جدا، ولا سيما في أيامنا هذه، فهناك تقاليد مشتركة بين فرنسا والعالم العربي منذ قرون، وحاليا وفي حين نرى الإرهابيين والمتطرفين الذين يهددون السلام والتسامح والاستقرار، من المهم أن تتمكن دولة الإمارات أن تعمل مع فرنسا يدا بيد كي تتمكن الدولتان من الدفع قدما بثقافة السلام، السلام، إسلام الاحترام، إسلام النور. وبالتالي وأنا كرئيس للمعهد العالم العربي وبدعم من الرئيس الفرنسي، قد أطلقنا سلسلة من المبادرات. مثلا في يناير الماضي نظمنا مؤتمرا فيما يتعلق بالتجدد في العالم العربي على صعيد الاقتصاد والبيئة والثقافة والأدب، وممثلون من دولة الإمارات كانوا موجودين في هذه الفعالية، ونحن حاليا نحضر لمؤتمرات أخرى مع المغرب مثلا الذي ينظم معرضا مهما جدا بدعم من الملك. بالإضافة إلى ذلك، نحن نسعى إلى بناء صورة بناءة وإيجابية وسخية للإسلام في العالم العربي. واسمحوا لي أن أقول لأصدقائي الإماراتيين، أطلب منكم أن تستفيدوا من معهد العالم العربي في باريس من أجل الدفع قدما بطريقة إضافية بنجاح دولة الإمارات وأيضا النجاح الثقافي والاقتصادي، ونحن متوفرون أو مستعدون لمساعدتكم من أجل دعم هذه الإرادة المشتركة في مكافحة الإرهاب والدفع قدما بثقافة السلام والاحترام. وهذه الاستفادة سيد جاك تتمثل بمشاريع بكل تأكيد هنا في الإمارات، لو تحدثنا عن مشاريع المعهد في الإمارات تحديدا بشكل أكبر. نعم، اسمحوا لي أن أذكر أن الشيخ زايد كان من بين من ساهم في معهد العالم العربي، وهذا بالطبع يمهد لنا الطريق في باريس لتقديم الدعم للمشاريع المختلفة. وأنا شخصيا قمت بدعم مشروع متحف لوفر أبوظبي بطريقة نشطة، بالإضافة إلى جامعة السوربون أبوظبي، ونحن بالإضافة إلى ذلك دعونا الكثير من الكتاب والفاعلين في صناعة السينما والخبراء الاقتصاديين إلى فرنسا. هذا مثال عن هذا التعاون، وأنا سعيد بأن هذا التجلي لقوة العلاقة قد تجسد في دبي وفي باريس في مناسبات عدة. وفي المستقبل أمل أن تتمكن دولة الإمارات أن تعمل معنا بشكل إضافي. مثلا سوف ننظم في يناير المقبل المؤتمر الثاني حول التجدد في العالم العربي، وأمل أن يتم تسليط الضوء على الإنجازات في دولة الإمارات وأن تكون الشخصيات المهمة من دولة الإمارات موجودة في باريس حينها. على الصعيد الفردي، كيف تساعد لربما هذه المشاريع على تحسين العلاقات ما بين الشعبين الآن، الشعوب العربية والإمارات تحديدا وما بين الشعب الفرنسي؟ هذا يحصل من خلال أمور عدة، مثلا تدريس اللغة العربية. إنني أحاول أن أقدم الدعم لتدريس اللغة العربية في المجتمع الفرنسي، وأنا أنوي أيضا أن يكون هناك تدريس للغة العربية عن بعد بفضل خبراء متخصصين. ونحن سنقوم أيضا بتنظيم احتفالا لعيد الكتاب العربي في معهد العالم العربي في بعد أيام قليلة،
بالإضافة إلى ذلك سيتم تسليط الضوء على تاريخ العالم العربي، وآمل بالطبع أن يكون ممثلو دولة الإمارات كثيرين في هذه المناسبة. نحن نريد أيضا أن نجدد مبنى المعهد الذي صممه جان نوفيل، وهو أيضا المهندس المعماري المسؤول عن متحف لوفر أبو ظبي، ونحن نسعى إلى تعاون وثيق بين السلطات الإماراتية وفرنسا. مشاريع المعهد بشكل عام الآن في فرنسا وحتى في أوروبا وفي العالم العربي بشكل أكثر تفصيلا إذا سمحت أستاذ جاك. أيضا إنها مشاريع عدة، فقد رافقت الرئيس الفرنسي في زيارته إلى الرياض الأسبوع الماضي، وقد عملنا خلال يومين بشكل وثيق مع العاهل السعودي ومع الوزراء الذين يريدون أن يمضوا قدما بهذه العلاقة، وقمنا بالاتفاق على سلسلة من المشاريع الملموسة. بالإضافة إلى ذلك نحن أقمنا مشروعا متعلق بالحج في مكة، وخلال العام المقبل سوف نسلط الضوء على المعالم الأثرية السعودية. وبالإضافة إلى مشاريع أخرى نحن أيضا ننظم عيد التصوير في العالم العربي، حيث يكون هناك ممثلون من مختلف بلدان في العالم العربي، فالتصوير قد بات قضية مهمة جدا في دولة الإمارات في الشارقة في دبي أبو ظبي. نحن أيضا نساهم مع معرض الشارقة للكتاب، معرض أبو ظبي للكتاب. هناك الكثير من المشاريع ربما لا يسعنا تحقيقها كلها. تتعاملون مع الحكومات مباشرة أم أن لربما هناك فروع أو مكاتب للمعهد في المناطق العربية وفي باقي الدول، أم أنه فقط يعني هو مركز رئيسي في فرنسا؟ نعم بالطبع نحن نتعامل بشكل مباشر مع الحكومات ومع المسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات من الشارقة ودبي، وأيضا الشيخ محمد وهو أيضا رجل دولة بارز. لدينا أيضا علاقات وثيقة مع رجال الفكر والفنانين والعلماء الذين يسمحون لنا بتنفيذ مشاريع ملموسة. مثلا في سوربون أبو ظبي قمنا بتنظيم معرض بشأن التاريخ الذهبي للعلوم والثقافة العربية، وسلطنا الضوء على كل المجالات: الفلسفة، الفن، الآداب. نريد أن يكون العالم العربي موجودا على كل هذه الجبهات، وهدف معهد العالم العربي هو أن يسلط الضوء على أنه في العالم العربي ووسط كل هؤلاء القتلى وهؤلاء الذين يقحمون الإسلام من أجل أن يخبئوا جرائمهم، هناك مجتمعات تتقدم تتطور تخطو خطوات صلبة، وبالتالي من المهم أن نسلط الضوء على السلام في العالم العربي، العالم العربي الحديث الذي أردناه أن يكون موجودا هنا، وخير مثال عن ذلك دبي وأبو ظبي. وبالتالي هذا يعتبر بالطبع وجها مهما للحداثة وللتسامح، وهذا يمكن أن نظهره من خلال المعارض الكبيرة، الاحتفالات. وأيضا في 19 مايو سوف ننظم أمسية حول فيلم تم إخراجه وهو يتركز على المغامرة التاريخية للشيخ زايد. هو فيلم يسرد كيف قام الشيخ زايد ببناء الاتحاد في دور الإمارات، وهذا يعتبر استثناء في تاريخ العالم. وسوف ندعو شخصيات من مختلف أنحاء أوروبا من أجل تسليط الضوء على هذه الإجراءات البناءة التي قام بها الشيخ زايد. كلامك يقودني لأستفسر منك أكثر عن كيف يمكن مكافحة التشدد الذي تحدثت عنه قبل قليل في إجابتك للسؤال الأول. كيف يمكن مكافحته ثقافيا الآن ليس فقط هنا في المنطقة، في العالم؟
بشكل أو بطبيعة الحال لابد من أن أتحدث عن التحالف الذي تشارك فيه فرنسا ضد التطرف، لابد من أن أفعل ذلك من خلال الأفكار البناءة، الثقافة، التعليم، لابد أيضا من أن تقوم المدارس المختلفة، الكليات والجامعات بنشر فلسفة التسامح، فلسفة الاحترام، وأن نفسر الإسلام الحقيقي كيف هو يدعو إلى السلام، إلى الاحترام، إلى الحب. الإسلام الحقيقي هو إسلام الانفتاح والحداثة، ومن خلال الثقافة والتعليم والتربية يمكننا أن نعزل المتطرفين، وأتأمل أن نتمكن من استئصالهم وأن نضع حدا لهم بشكل كامل، لأنهم ينشرون العنف والترهيب. وأنا متفائل، أنني متفائل، لأنني أعتقد أن هذه الصداقة القوية جدا الموجودة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية ككل وفرنسا هي محرك استثنائي من شأنه أن يجعلنا نضع حد لهؤلاء المتطرفين ونجعل ثقافة الاحترام والسلام تطغى، وهذا يريحني. وأنا أعتقد أننا سوف ننجح بفضل التزامنا المشترك وبفضل صداقتنا المشتركة، أنها ثقافة ملموسة يومية. وكما تعرفون في فرنسا لدينا احترام كبير جدا لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد، وكل الشخصيات الثقافية والاقتصادية. ونحن نعرف أنه في دولة الإمارات تتحقق إنجازات كبيرة، ونحن نريد أن نسلط الضوء على ذلك في فرنسا، ونود أن نشرح للفرنسيين وللأوروبيين أن العالم العربي هو أنتم، الإسلام الحقيقي هو أنتم، والمستقبل هو أنتم دولة الإمارات. تفاؤلك يريحني بالمناسبة أستاذ جاك، ولكن أود أن أتحدث معك سياسيا قليلا إذا سمحت لي، يعني فيما يتعلق بالانتخابات البلدية مؤخرا أود أن أستفيد من وجودك معي. تصاعد لليمين الفرنسي مؤخرا وهذا ما عكسته الانتخابات البلدية، التصدي الديمقراطي، التصدي للقوى أو القوى الديمقراطية، كيف تتصدى لهذا التصاعد اليميني الآن في فرنسا؟ هذا يحزنني للغاية، لأن اليمين المتطرف يحصد هذا النجاح، ولكن هذا النجاح نسبي، لأن 75% من الناخبين لا يصوتون لليمين المتطرف. ولكنني أعتقد في الوقت عينه أنه يمكن مكافحة اليمين المتطرف حاليا من خلال الثقافة والتعليم ومن خلال التحرك. لابد من أن تقوم الأحزاب السياسية التقليدية بأن تقدم أو بتقديم مشاريع ملموسة للناس في فرنسا، أمال يمكن أن تتحقق. وأنا هنا واثق من أننا يمكن أن نفعل شيئا إزاء ذلك. وإذا ما نجح اليمين المتطرف بطريقة نسبية فهذا لأن الأحزاب التقليدية لم تلجأ إلى تقديم مشاريع بناءة، مشاريع ملموسة من شأنها أن ترضي الفرنسيين. ونحن في فرنسا نقوم بإعداد مشروع كبير من شأنه أن وهو سيجمع العديد من الشخصيات يسلط الضوء على قوة تعايش الثقافات والأديان. فبلد مثل فرنسا هو بلد كبير عظيم، لأنه جيل بعد جيل، قرن بعد قرن، تمكن من أن يمزج ويؤمن التعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة وضمن التسامح فيما بينها. وأنا هنا أيضا متفائل، أنني متفائل بطبعي، ولكنني متأكد من أننا سوف ننجح بالقضاء على هذا التطرف. لابد من أن نقضي على تطرف اليمين المتطرف من جهة، ونقضي على تطرف داعش من جهة أخرى. تطرف داعش فكلاهما عدوان للإنسانية. شكرا جزيلا لك لهذا الحديث، رئيس معهد العالم العربي في باريس، وأنت وزير الثقافة الأسبق الفرنسي. شكرا جزيلا لك سيد جاك لانج.